الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقشة المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات. ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب اللي هو اللايك، ضروري الواحد يضغط عليه حتى يوصل المقطع على كافة أنحاء المنصة. ولدعم القناة يفضل الاشتراك فيها وهو بالضغط على زر الاشتراك والسبسكرايب. ولا تنسون أيضا تفعلون التنبيهات حتى يصلكم كل جديدنا. وإضافة إلى ذلك لا تنسون تتابعونا على باقي منصات التواصل الاجتماعي المرئية وأيضا النصية حتى نتميز بالطرح فيها. فاحنا نجيب العديد من الأخبار ونناقش العديد من المواضيع، وفيها المقطع بالذات بنتكلم عن اخبار تقنيه، وسوينا تغييرات بسيطه في ترتيب الاخبار. فاحنا بالعاده نجيب اخبار التطبيقات والانظمه والاختراعات وبنعيد ترتيبها لعلها تكون مناسبه اكثر، واضفنا ايضا بعض الاخبار المحليه اللي قد تهم الاشخاص في وطننا الحبيب. وخلونا نبدا اول شيء بالاخبار المحليه، وبعدها ننتقل لاخبار الاختراعات، وبعدها ننتقل لاخبار التطبيقات والبرامج، وننتهي باخبار الانظمه والاجهزه. فاذا بدينا باخبار التقنيه المحليه، فحذرت لجنه الاعلام والتوعيه المصرفيه المواطنين والمقيمين من الاحتيال المالي اللي يوجد في شتى منصات التواصل الاجتماعي وايضا عبر استخدام التقنيه، وخصوصا اعلانات تسديد الديون وحتى الاشخاص اللي يبون دعم مادي. فتلاحظون منصه تويتر بالذات كاثر فيها هالفقرانين اللي يقعدون يتشكون، انا عندي 6 عيال ومريض ومرتي ما ادري وش فيها واحتاج دعم مادي ولا عندي وظيفه، هذا وش الله باليه يتزوج ويجيب مبزره ويبحل فيهم وفوق ذا يبي فلوس بعد. فكشفوا العديد من المحتالين في منصات التواصل الاجتماعي فضلا عن الاشخاص اللي يلعبون على الناس يقولون تواصلوا معنا وفي النهاية يسرقونهم. أيضا حرصت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك عدم إعطاء أي بيانات بنكية أو شخصية للآخرين، لأنها قد تتسبب في سرق ممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده. فقناة أب تو ديت ناقشوا موضوع عروض مكاتب السفر والرحلات السياحية الكاذبة، وجاب قصة لأحد الأشخاص اللي تم الاحتيال عليه وسرقوا منه جزء من المبلغ وهددهم برفع قضية، لكن ما ندري وش صار، هل هم تم القبض عليهم ولا لا. ولو أننا أيضا دائما نحرص لا تصدقون العروض اللي تجيكم منصات التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الاتصال، لا وبعضهم من شين الطبع يجي يقول لك حول لنا جزء من المبلغ علشان نأكد لك الحجز، فهذا لا واضح انهم شلاخين يعني نصابين. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده. فقناة عالم تقنية استعرض كاميرا A6400 لشركة سوني وتكلم عن مزاياها وعن سلبياتها واللي توجد في اغلب اجهزة سوني الداجة، وهي انهم يجعلون الاعدادات والخصائص محدودة لمستخدمي اجهزتهم وتقنياتهم. لكن خلونا ننتقل الاخبار الاختراعات والالات او الروبوتس. فالان الاطباء بيبدون استخدام الالات أو روبوتس في عمليات زراعة الشعر. فتعرفون عمليات زراعة الشعر تاخذ وقت وجهد طويل، وقد تسهل هالآلات في تسريع عملية زراعة الشعر للصلعان، وقد يكون هذا احد الاختراعات اللي بتسرع انجاز المهام، ولعلها ايضا تساهم في تقليل كلافة هالعمليات اللي في الغالب تكون غالية. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده. فالان فيها العديد من المخترعين بدأوا يصممون آلات او اذرع خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنون بانهم يمسكون الاشياء ويمررونها، ولعلنا ان شاء الله نشوف العديد من هالاختراعات اللي تساعد اصحاب الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يسهل عليهم إنجاز المهام بأنفسهم. أما الخبر اللي بعده، فشركة أمازون أبدعت في توصيل شحناتها بواسطة طائرات الآلية أو الدرونز، ويذكر أنها تمكنت في إيصال العديد من الشحنات في الولايات المتحدة الأمريكية في أقل من ساعة، وهذه صراحة غطت على المطاعم. فتخيل تطلب من شركة أمازون ويجيك الطلب في نصف ساعة، فهذه ثورة تقنية تبي تساهم في دك المحلات اللي زادت في الشوارع، وقد تكون كلافتها أيضا على صاحب المتجر. لكن خلونا الآن ننتقل لأخبار التطبيقات، وكالعادة نبي نبدأ بأول تطبيق طايحين فيه الشيبان والبزران والداجين، وهو تطبيق واتساب، او على قولة بعض الناس واتساب. واتساب هذه ما تقولها على ذا التطبيق، تقولها في كاليفورنيا، تقولها في سان دييغو. لكن الان شركة واتساب تبي تكثف المراقبة على الاعضاء لدرجة انها اذا لاحظت بعض المخالفات قد ترفع قضية على الشخص اللي خالف قوانينها، ولا تستبعدون انها قد تتواصل مع الحكومة نفسها اللي عندها الشخص اللي خالف ويبدون بالقبض عليه. فاحنا دائما نوصي الناس بعدم استخدام تطبيقات التواصل مثل الواتساب، يستخدمون برنامج آمن مثل البرنامج اللي دائما ننصح فيه وهو توكس. وبرنامج توكس دائما انا اتكلم عنه في اخبار التقنية لعل الناس يوعون ويبدون يستخدمونه، فهو فيه جميع الخصائص الموجودة في تطبيق واتساب، واحسن منه لانه يحفظ خصوصية الشخص، وفوق هذا كله يصعب على الواحد انه يخترق حسابك. وبترك لكم كالعادة رابط تطبيق توكس في خانة الوصف اللي حاب يطلع عليه ويحمله. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده. فالان زادت البرمجيات الخبيثة في منصة الانستغرام لدرجة ان قد قلنا احنا في الخبر الماضي لتقنية ان في احتمالية بفقدان حسابات الاشخاص اللي في منصة الانستغرام، والان صار فيها اخبث من هالوضع، وهو انهم يخترقون حسابك وانت تستخدمه ويملونه اعلانات. يعني تخيل انت الان عندك حساب حاط فيه صور، حاط فيه مقاطع، وتلقى زيادة على المقاطع والصور اعلاناتهم حاطينها مهوب برضاك. فهذه مشكلة كبيرة تواجهها منصة الانستغرام، ودائما ننصح الناس بانهم يتركون المنصة الداجة ذي ويتوجهون لمنصات افضل منها مثل منصة مايندز، اللي دائما ننصح الناس بانهم يستخدمونها لان فيها جميع المزايا الموجودة في
الانستغرام واحسن بعد. لكن خلونا ننتقل لمنصة الدجين والزومبيز وهي منصة الفيسبوك. فالان قامت منصة الفيسبوك تتهاوى بشكل مو طبيعي لدرجة انها قامت تقفل العديد من الخصائص. لا وطالعين مدراء الشركة يبررون يقولون ان احنا الان بنحاول نراقب الاعضاء زيادة حتى نطلع المجرمين والمتحرشين. وهذه تصريفها الصراحة يعني بالله العشرين مدري الثلاثين مليون اللي تكلمنا عنهم في اخبار التقنية من حسابات وهمية احذفوها من منصة الفيسبوك الان يبون يركزون على المجرمين والمتحرشين. انا اتوقع الموضوع ذا مبالغ فيه لان منصة الفيسبوك لا تزال تواجه العديد من المشاكل التقنية. ودائما ننصح الناس ايضا انهم ما يضيعون وقتهم في منصة الفيسبوك بل يتوجهون لمنصة اخرى احسن منها مثل منصة مايندز فهي موجود فيها جميع الخصائص اللي في الفيسبوك واحسن بعد. لكن خلونا ننتقل الاخيس تطبيق طايحين فيه الناس بشكل مو طبيعي وهو تطبيق سناب شات. فالان قامت تجي شكاوي عديدة من اعضاء منصة او تطبيق سناب شات فانهم يفتحون بعض المقاطع او بعض الحسابات وتصير مقفلة او تطلع لهم الشاشة البيضاء. فمنصة السناب شات المتهالكة غير انها صارت الان تفضح اعضائها ويقدر اي واحد يشوف بياناتهم الخاصة الان جالسة تحاول تعدل مشاكل الخصائص دي. ودائما ننصح الناس بانهم ما يضيعون وقتهم في منصة السناب شات. فالسناب شات فيه العديد من البدائل مثل منصة اليوتيوب والمايندز وايضا الديوتيوب. فكل المنصات هذه تغلبت على منصة السناب شات الداجة اللي مستغرب الناس ليش طايحين فيه وهو مو بمخصص للاعضاء بل هو مخصص للشركات والمشاهير. لكن خلنا ننتقل للمنصة اللي ادج منهم بعد وهي منصة تويتر. فالان بدت حملة في منصة تويتر باخفاء التغريدات اللي ما تتفق معها. فاحنا لاحظنا العديد من الاعضاء اللي تم حظرهم في منصة تويتر ولا يزالون موجودين في منصة اليوتيوب ويتشكون من هالشيء. وقد قلنا للعديد منهم انهم يحولون للمنصات الثانية لكن عاد اغلب ذا الشيبان ما عندهم رغبة. والمشكلة ما قعدت على ذا الشيبان بل حتى الشباب اللي ما ندري ليش قاعدين في منصة تويتر اللي تحدد لك عدد الحروف والمفروض الواحد انه ياخذ راحته في كتابة التغريدات. لكن منصة تويتر على كثر ما هي متهالكة بدت الان تشدد على الاعضاء في نشر افكار. ودائما ننصحكم حولوا لمنصة مايندز فهي افضل من منصة تويتر وافضل من منصة السناب شات والفيسبوك وحتى الانستغرام. ايضا خلونا ننتقل لمنصة يوتيوب. فالان بدت تزيل العديد من المحتويات اللي ما تتفق مع افكارهم. واحنا قد قلنا هذا في مقطعنا السابق الخاص في من يحكم العالم. وصينا المتابعين والاعضاء اللي شاهدوا المقطع بانهم يحاولون يتابعونا على المنصات الاخرى مثل منصة ديتوب ومايندز لانها تتيح لنا اننا نتكلم على راحتنا بدون الضغط على هالشركات. فمنصة اليوتيوب الان صايرة تراقب الاشخاص اللي يتكلمون بالامور الحساسة مثل المؤامرات والاخبار وتبدأ تخفي مقاطعهم. كذا ليش دائما نوصيكم بانكم تعطون لايكات للمقطع. ونذكركم حتى الان لا تنسوا تعطون لايك للي ما اعطانا. وفوق هذا كله ياريت اللي مغتث من الاعلانات اللي نستعرضها في مقاطعنا يتابعنا على منصة الديتوب او البتشوت لانها افضل بكثير من اليوتيوب وبتريحكم ايضا من مشكلة الاعلانات. لكن خلونا ننتقل الان للمتصفح كروم. فالان شركة جوجل اللي مسويه متصفح كروم بدت بالضغط على البرامج اللي توقف الاعلانات. فانتم تشوفون بعض الناس الان يحمل بعض التطبيقات اللي تخفي الاعلانات وشركة جوجل بمتصفحها كروم بتشدد على ذا الوضع وبتحاول تزيلها. لكن دائما نوصيكم ما تستخدمون متصفح كروم وفي متصفح افضل منه وهو متصفح الفايرفوكس. وعلى طاري الفايرفوكس فالان متصفح الفايرفوكس بدا بتحسين مستوى الامان لدرجة انه صار يحمي المستخدمين من مراقبة المواقع عليهم. فتعرفون الان المواقع تبي تراقب الاعضاء او المستخدمين حتى تعرف تبث اعلاناتها بكثافة. فمتصفح الفايرفوكس دائما يتيح المستخدمين بانهم يخفون الاعلانات ويستخدمون المتصفح براحتهم. لكن خلونا نخلص من اخبار التطبيقات وننتقل لاخبار الانظمة. فالان نظام الاندرويد يحرص مستخدمين بتحديث النظام على كافة الاجهزة لان الان يوجد برمجيات خبيثة قد تأثر على المستخدمين وقد تفقدهم معلوماتهم. فدائما نحرص الناس انهم يحدثون نظام الاندرويد الموجودة في اجهزتهم الذكية. اما اذا انتقلنا للخبر اللي بعده فنظام الاي او اس الخاص باجهزة الايفون والايباد فقامت الان حملة كبيرة من المطورين اللي رفعوا قضية على شركة ابل المالكة الاجهزة الايفون والايباد بسبب رفع قيمة التطبيقات اللي تعرض في متجرها اللي هو الاب ستور. فتعرفون اي واحد يسوي تطبيق او برنامج ياخذون منه نسبة. الان شركة ابل رفعت هالنسبة زيادة. لذلك دائما نوصي الناس بانهم ما يستخدمون انظمة ابل الاستحكارية الجشعة اللي دائما متهالكة حتى باعطاء حق للمستخدمين وفوق هذا كله الامان عندها داج. وحتى خلنا ننتقل للخبر اللي بعده اللي له علاقة بشركة ابل. فنظام ماك او المعروف باسم ماك او اس الان يحتاج الى حماية اكبر بسبب زيادة البرمجيات الخبيثة اللي تتواجد في اجهزة الماكنتوش او الماك سواء كانت المتنقلة او المكتبية. ولا تزال شركة ابل توصي مستخدمينها بانهم ينتبهون في تحميل التطبيقات ويحرصون على تحديث النظام. والمشكلة انه لا يزال النظام متهالك يعني حتى الخصوصية فيه تعبانة وفوق ذا الان الامان ادج ودج. لذلك دائما نقولكم لا تضيعون وقتكم في استخدام انظمة الماك اذا انتم مالكم برامج تصميم لان الماك مخصص للمصممين بالعادة. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده. فحتى شركة مايكروسوفت اللي مالكة نظام ويندوز فالان نظام ويندوز بعد ما نزلوا التحديث
التحديث الاخير حقهم زاد بطء الجهاز، وفوق هذا كله زادت المشاكل على المستخدمين. فشركة ويندوز او مايكروسوفت اللي مالكه نظام ويندوز صايرة في ذعر وخايفة بشكل مو طبيعي، لدرجة انها قامت تكثف المطورين حتى انهم يعالجون مشاكل نظامهم الداج. طبعا بعضكم يقول اذا ما تنصحنا لا بنظام الماك اللي هو تابع الابل، ولا تنصحنا بنظام الويندوز اللي هو تابع المايكروسوفت، وش تنصحنا فيه؟ انا انصحكم دائما بانكم تستخدمون نظام جنو لينكس. فالان احد توزيعات انظمة جنو لينكس اللي هو اوبونتو بدأ بتحديث جديد زاد العديد من الخصائص واصلح العديد من الاخطاء اللي كانت موجودة ورفع مستوى الامان والحماية للمستخدم. فنظام الاوبونتو غير ان شكله جميل يعتبر اسرع نظام مقارنة بانظمة الماك تابع الابل، وحتى نظام الويندوز تابع لشركة مايكروسوفت. ودائما ننصح الناس بانهم يستخدمون الانظمة الحرة او مفتوحة المصدر، لانها اي واحد يقدر يطور البرنامج ويقدر يصلح اخطائه بنفسه. فتخيلوا كمية المطورين اللي في العالم يقدرون يطورون الانظمة هذه بنفسهم، مهب ينتظرون الشركة الداجة مثل شركات ابل ومايكروسوفت تصلح اخطائهم. لكن خلونا ننتقل لاخبار الجوالات او الاجهزة. فالان نزل جهاز جديد باسم باين فون، وهو بيكون ايضا مدعم بنظام جنو لينكس، وبيكون عالي الخصوصية وايضا ذو سعر منافس. ونتمنى اننا نشوف هالجوال موجود في الاسواق العربية، لانه حتى بيساهم في سرعة النظام وسهولة استخدامه، وفوق هذا منا بمعانين من مشكلة البطارية وحرارة الجهاز. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده. فجت ردة فعل عكسية مضادة للجوالات ايفون 11 الجديدة، واستاءوا الناس من شكل الايفون الخايس ابو ثلاث كاميرات، والصراحة ما يلامون، غير ان اجهزتهم الماضية زايدة مشاكلها، هذا غير تحديثاتها المخيسة. فلاحظوا دائما اللي يشترون اجهزة الايفون ماخذين الموضوع برستيج، يعني كذا يعني اني انا شاري جوال غالي واستعرض فيه، ولا هو قسما بالله متهالك ويعتبر من ادج الانظمة وحتى ادج جودة من ناحية القطع. ودائما ننصح الناس انهم ما يدعمون شركة ابل اطلاقا، بل يحاولون انهم يوقفون ضدها بقدر الامكان، لانها شركة نصابة، وفوق هذا كله عندها استحكار جشع وما تبالي بمستخدمينها، بل تبالي اهم شيء بفلوسهم. اما اذا انتقلنا للخبر اللي بعده، فشركة هواوي الان قامت تواجه ضغوطات من التشريعات اللي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية تحت الرئيس دونالد ترامب. والسبب ان شركة هواوي تم كشفها انها تتنصت على اجهزة مستخدمينها حتى تبيعها في السوق السوداء. فهذا هدف العديد من الشركات مع الاسف الشديد اللي في التقنية. فبعض الناس يقول له يا اخي ما في شيء اسمه خصوصية والخصوصية راحت. لا، الخصوصية ما راحت، بل انهم هدفهم من وراء الخصوصية هذه انهم يجمعون معلومات. طبعا بعض الناس يقول يا اخي خلهم ياخذون مني معلومات، ما عندي شيء اخفيه. وهم ما هم حريصين عليك انت لحالك، هم حريصين انهم ياخذون معلومات مجموعة كبيرة من المجتمع حتى يبيعونها على الحكومات الثانية، وتسهل محاربة الشعب وانظمته ومؤسساته، سواء من الناحية الاقتصادية او حتى من الناحية الامنية. فتبي تقول لي والله انا بعد من الطاقة خبر للحكومة ومؤسساتنا، هنا الله يرحم لي والديك اطلع منها. لكن لا تنسوا تشاركوني اراكم في خانة التعليقات، وايضا تقييم المقطع بالضغط على زر الاعجاب اللي هو اللايك، واشتركوا بالقناة، ولا تنسون تفعلون التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، وايضا حرصكم ان تابعوني على منصات اخرى وبتلقونها في خانة الوصف، حتى نتميز بالطرح فيها ورفع وعي الفرد والمجتمع على كافة الساحات.